رفيقي وصديقي دكتور عمرو عمر، اخصائي سكر وغدد الاطفال، هيدينا هيشرح لنا كيس ستادي على الانسولين بامب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا سعيد بنجاح المؤتمر وسعيد بدعوه الاستاذ الدكتور ايهاب سالم والاستاذ الدكتور احمد تاج الدين وكل تشير بيرسون. انا هحاول بس في ال 15 دقيقه الجايين دولت ان انا اوضح لكم بس الكلام اللي الدكتور بهاء قاله، عشان عارف اللي فيه طلبه في الكليه وكده ممكن الموضوع ما يكونش واضح بالنسبه لهم. الاتيولوجي في التايب 1 دايابيتس ميلي اوتوميون بيتا سيل ديستراكشن، المفروض البيتا سيل بتفرز الانسولين بتو مودز، في لو بالس فوليوم اللي هو بيسموه البيزل انسولين اللي هو المسؤول عن ضبط السكر في الفاستنج ستيت الصايم وقبل الوجبات، وفي المود الثاني مع الوجبات بيسموه البولس سيستم. فعشان كده احنا لما بنيجي نعوض بندي بيزل بولس في تايب 1، مفيش بي ميكس انسولين في تايب 1، بنحاول نميمك الفسيولوجي ندي حاجه تعوض البيزل وحاجه تعوض البولس. فكره الانسولين بامب انك هتدي نوع واحد بس من الانسولين، عشان دي ممكن ما تكونش واضحه للشباب الصغير، مش هندي نوعين انسولين، هو نوع واحد بس اللي بيسموه رابيد اكتنج انالوج، سواء نوفو رابيد او الابيدرا او الهومالوج. النوع ده هيفضل يتضخ على مدار الساعه، ده بيسموه البيزاليت زي الدكتور بهام قال كده. ساعه الوجبات هنضخ كميه ازيد شويه بيسموها البولس بالانسولين كاربريشن، عشان بس ما تتلخبطوش، هو نوع واحد من الانسولين اللي موجود في البامب. زي ما الدكتور بهاء قال كده الانسولين تو كارب ريشيو بتعرفني وحده الانسولين بتحرق كام جرام نشويات. زي مثلا شاب هياكل وجبه 80 جرام خبز بلدي، 100 جرام فول مدمس، كوبايه لبن 240 مللي، انا بوزن الحاجات دي باستخدام ميزان المطبخ وفي جداول بتحدد لي كميه النشويات في كل حاجه، يعني ال 80 جرام خبز بلدي فيهم تقريبا 40 جرام كارب، ال 100 جرام فول مدمس فيهم 20 جرام كارب، اللبن فيه 12 جرام كارب، حجم على ال 40 وال 20 وال 12 يطلع 72 جرام كارب في الوجبه. انا طلعت بالمعادله اللي الدكتور بهاء قالها 450 او 500 او 330 في الاطفال الصغيرين على مجموع الجرعات اليوميه، ان كل وحده انسولين بتحرق عند الشاب ده 10، وهو دلوقتي كال 72، قاسم 72 على 10 يطلع 7 وحدات انسولين، فكده الموضوع متغير من وقت للتاني والجرعه مش ثابته. ده اللي بيسموه الانسولين تو كارب ريشيو، ان شاء الله تكون وضحت كده. في حاجه ثانيه اسمها الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور، لو سكر العيان ده مرتفع وانا عاوز انزله للتارجت بتاعي من غير ما ادخله في هايبوجلايسيميا، انا هنا بحدد كل وحده انسولين بتنزل السكر كام ملي جرام بالظبط. قاعدة ال 1800 أو ال 2000 على مجموع الجرعات اليومية، زي مثلا الطفل ده بياخد 18 وحدة إجمالا، بقسم 1800 على 18 يبقى كده الوحدة بتنزل كام؟ 100. افرض هو دلوقتي سكره 380 وأنا عاوز أنزله يبقى 180، يبقى أنا عاوز أنزله قد إيه؟ 200 مللي جرام، وأنا الوحدة بتنزل عند 100، يبقى أنا كده حدي وحدتين أنسولين إضافي تعويضي عشان أنزله للنورمال. آخر حاجة الأكتف أنسولين تايب، فترة بقاء الأنسولين في الجسم نشط. مفروض دي ناخدها بناخد بالنا منها كلها، احنا بنحددها من ساعتين لثلاث ساعات وممكن في الادولسنت من ثلاث لاربع ساعات. ممكن نستفيد منها بقى في البراكتس في المستشفيات عندنا ايه؟ هتلاقي مثلا يجي لك حاله في الاستقبال سكره عالي، فانت اديت كوريكشن دوز بالانسولين المائي اللي موجود في استقبال المستشفيات. النايب اللي موجود في الاستقبال مش عارف فكره الاكتف انسولين تايم، ان الانسولين ده بيتكمل في الجسم من خمس لثمان ساعات، بعد ساعه لقى السكر ما نزلش جه مصلح السكر تاني. بعد 3 4 ساعات العيان جاله بسيفي هايبوجلايسيميا بدل ما يحصل له كوريكشن، ده بيسموه الانسولين ستاكنج، تراكم جرعات الانسولين على بعض، يعني انت اديت جرعتين في فتره زمنيه وجيزه الاثنين مع بعض دخلوك في هايبوجلايسيميا، ده اللي بيسموه الاكتف انسولين تايم والاوبتيمال في ضبط المضخه من ساعتين لثلاث ساعات. ده تقرير المضخه عشان ما اطولش عليكم، التقرير بتاع المضخه دايما لازم تفهم الاهل ان الاديوكيشن هو الاساس، يعني لما بيجي لك طفل مش موضوع امكانيات ماديه بس، المضخه ب 325,000. لو جالك طفل عنده حتى الامكانيات الماديه انت بتاخد الاهل خمس ايام تدربهم في السنتر على كل حاجه، على استخدام المضخه، على الكارب كاونتنج، على السايكولوجيكال ونيوتريشنال اسيسمنت للطفل، على التارجتس بتاعتنا، ولازم تديهم رياليستيك اكسبكتيشن، يعني ما تقولهمش ان هو هيركب المضخه النهارده بكره سكره هيبقى مظبوطه في الاطار، عشان الاهل بيتصدموا وفي خلال كام شهر بتلاقيهم شالوها تاني وبطلوا يستخدموا المضخات. حتى في المتابعات بتجيبهم بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر، وكل شهرين لازم تشوف الطفل ولازم تعلمه الكارب كاونتنج من بدايه، ما تعتمدش ان هو كان عارف قبل كده، لان يكون ممكن يكون كان متعلمه غلط او حد ما ادالهوش الفكره الكامله. اللو الابلودز دي هي اللي بتيجي معاهم، يعني زي ما الدكتور بهاء قال ان في الجوريزم كنترول ما بين السنسور اللي متركب والمضخه والكي لينك سيستم بتاع الشركه بينزلوا منه المدخلات دي،
مفروض ان الطفل بيجي لك كل اسبوعين بالمدخلات. زي ما انتم شايفين فوق هتلاقوا في حاجه بالازرق وحاجه بالبني من 10/10 ل 22/10 13 يوم مدخلات، ولازم تقارن بالريفرنس رينج اللي قبله في الفتره الزمنيه السابقه. اول كيرف ده بيسموه الاسسمنت والبروجريس، انت بيجي لك 8 كيرفات في 14 صفحه بتقعد تبص عليهم وتشوف المشاكل اللي حصلت للطفل ده وتقعد تقول على اساسها انا هعمل ايه. تمام، في حته مهمه قوي ده الاسسمنت والبروجريس كيرف. بص على التايم ان رينج. التايم ان رينج ده المصطلح الجديد، الوقت في الاطار، يعني السكر مظبوط ما بين 70 ل 180 كام في المية من اليوم؟ المفروض يبقى 70% في اقصى. التايم اوف رينج اللي هو اكتر من 180 يقل عن 25%، التايم بلو رينج المفروض ان هو اقل من 50% من 5%. كل ما كان التايم ان رينج اكتر من 70% كل ما الدنيا كانت افضل. فانت لو خدتوا بالكم التايم ان رينج اللي تحت على الشمال 64% بس، فكده الدنيا مش احسن حاجه، والريفرنس رينج اللي قبله مش موجود، فالواضح انه ما كانش مركب سنسور في الوقت ده، فما كانش فيه مدخلات كويس للمضخ. عشان تستفيد من المضخه كويس لازم تبقى اوجمنتد بسنسور. الديكسكوم او السنسور جاردن بتاعه 3 و4 متاحين في مصر. 4 ده مش محتاج انك تعمل بلاك جلوكوز كاليبريشن، هو بياخد القياسات ويبعتها للمضخه. لازم أن يكون الشخص مركب السنسور ده 85% من اليوم، اقل من كده مش هيديك قرارات صح. عشان تعمل الكلوز دروب زي الدكتور ما قال كده، انك بتاخد القرايه كل 5 دقائق تبعتها لجسم المضخ، المضخه بتاخد قرار اضخ البيزاليت اللي انت محدده من قبل كده العادي، وان انا محتاج اعدل في البيزاليت واحط اوتو كوريكشن بعد كده عليه. تمام، دي المودز المختلفه بتاعت المضخه اللي بيسموها سمارت جارد، اللي هي الذكيه، اللي هي بتشوف القياس وتتعامل على اساسه. ولا في هبوط سكر انا المفروض اوقف الانسولين في الوقت ده. هبص بس كده السمارت جارد وير ده مهم قوي، والمانوال مود. المانوال مود معناه ايه؟ ان السنسور مش موصل القرايه للمضخه، يبقى المدخلات اللي الدكتور بهاء اتكلم عنها وانا اتكلمت عنها هي اللي هتمشي، البيزاليت والانسولين تو كارب ريشيو والاكتف انسولين تايم والسنسيتيفيتي فاكتور. لو السنسور واصل بالمضخه والمضخه بتعرف تاخد ديسيجن على اساسه، ده بيسموه السمارت جارد مود، اللي هي بتحاول تظبط سكرك في الاطار اللي انت بتحدده لها، اللي هو غالبا من 100 ل 120، توصلك 80 او 90% في اليوم كده. هتبص بقى انت كده على حاجتين، على المانوال مود التايم بتاعها تقريبا 100%، الولد في الفتره الثانيه اللي هي فتره الايه كان بيلبس السنسور 92% بس ما استخدمش السمارت جارد. السمارت جارد ده بيجي لك في اول كام يومين لاسبوعين، وبعد كده بتقلبه على الاوتوماتيك مود او على السمارت جارد، ما ينفعش من اول يوم. كل ما كان في السمارت جارد فتره اطول كل ما بيديك نتائج اطول احسن. بالظبط، كل ما كان في المانوال مود احسن كل ما اداك نتائج كويس وعرفت تحوله كويس. في رقم هنا مهم يا جماعه اسمه الجي ام ار، الجلوكوز مانجمنت انديكيتور. الجلوكوز مانجمنت انديكيتور ده القياسات بتاعت السكر اللي موجوده في السنسور اخر 90 يوم، بتديك رقم شبيه برقم الهيموجلوبين اي 1 سي بس اكثر دقه. الجي ام ار كل ما كان تحت 7% كل ما انت استفدت من مضخه اكتر. في حاجه اسمها الكوفيشنت فاريشن، ده اختلال السكر ارتفاعا وانخفاضا عن الطبيعي. الرقم ده لو تحت 36% يبقى كده الدنيا كويسه، لان لو السكر مذبذب بيطلع وينزل حتى لو الاي 1 سي كويس، انت كده بيحصل لك اندوثيريال دامج، بيحصل لك مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. مهم قوي ده يا جماعه الويكلي ريفيو، يعني ايه؟ ده قياسات السكر على مدار اسبوع كامل، الايام كلها محطوطه جنب بعضها. انت بتبص على حاجتين من فوق ومن تحت، من فوق بتشوف القياسات قبل الوجبه والقياس خلال ساعتين من الوجبه. طب انا اعرف ازاي اللي هو اكل الوجبه؟ لازم العيان في المضخه يأنونس الميل، لازم يقول ان انا اكلت الوجبه دي، ولازم يدخل الأنونس صح، ومفروض ان هو يحط يدي الانسولين، يدي المضخه امر انها تحقن جوه انسولين قبل ما ياكل بربع ساعه. يعني ما ينفعش مع بدايه الاكل يجي مفاجاه كده وقال للمضخه انا بديت اكل، لا، هو بيبقى عامل اناونسنج قبلها ربع ساعه، عشان كده الانسولين يتضخ في الوقت المناسب ويحاول يوصلني في ليفل كويس. فانا ببص على قبل الوجبات وبعد ساعتين من الوجبات. عشان بس ما اطولش عليكم، هتلاقوا هنا الارتفاعات معظمها، شوفوا الاناونسنج ميل ده اللي تحت، ده البراون اللي تحت ده كاتب لهم انا دخلت 35 كارب، والحته الزاويه دي عدد وحدات الانسولين اللي خدها. الاناونسمنت اوف ميل عنده متاخره، يعني هو مع بدايه الوجبه قال انا اكلت، المفروض كان يعمل اناونسمنت قبلها بربع ساعه.
تاني حاجة خلال ساعتين من الوجبة السكر ارتفع، فمعنى كده ان الانسولين تو كارب ريشيو اللي هو شغال بيها مش مظبوط، يعني هو كده محتاج ان هو يخفض الانسولين كارب ريشيو، بدل ما الوحدة بتحرق 15 لا يخلي الوحدة تحرق 13 عشان يدي جرعات انسولين اكتر وعشان يوصل الدنيا تبقى افضل. فده يعني المين ايشو. يبقى المين ايشو في الريبورت ده الحاجتين اللي انت هتقول للعيان يعملهم، انك لازم تدي الانسولين قبل الوجبه بربع ساعه وتقول انك هتاكل فطار او غدا او عشاء. تاني حاجه انك هترجع للدكتور المعالج عشان تظبط الانسولين كارب ريشيو وتقلله عشان العيان بيحصل له هايبر جلايسيميا بوست برانديال، يعني كده هو شغال بانسولين كارب ريشيو مش مظبوط، يعني هو مثلا لو الوحده بتحرق 15 لا هخلي الوحده تحرق 12 عشان ادخله وذين رينج. هو ده المين ايشو والديفولت اللي كان موجود في التقرير. دي بقى حاجات ثانيه، بس هو اول واحد كان اهم واحد اللي هو الاسسمنت او البروجريس، ده اسمه الديلي البولس ويزارد. البولس ويزارد ده بياخد لك بقى سناب شوت كده على الحته بتاعه الوجبه نفسها، بيقيس بالظبط، بيقيس من قبل الوجبه لحد بعد 3 ساعات من الوجبه، وبتشوف الخط واصل ازاي، يعني هو المفروض الخط يبقى مستقيم كده وما يحصلش ارتفاعات عشان انت وذين 2 اورز توصل من 90 ل 180. لو الدنيا مش مظبوطه هتلاقيه بيحصل شوتنج، هتلاقي السكر بيعلى وبعد ساعتين من الوجبه ما بيرجعش للطبيعي بتاعه. فانت كده معناها محتاج تعمل حاجتين، انك تعدل التايم بتاع الانسولين انجكشن ربع ساعه قبل الوجبه، وانك تلعب على الكارب ريشيو بحيث انك تقللها عشان يدي جرعات انسولين اكبر. ده الجلوكوز ميجرمنت ده بقى بيعرفك الادهرنس بتاع العيان، يعني العيان بيقيس السكر كم مره في اليوم، بيعمل بلاد جلوكوز كاليبريشن ولا لا، بيغير الكانيولا والانفيوجن سيت ولا ما بيغيرهمش، التيوبس بتاعته والانسولين والباتري وكل الحاجات دي في الادهيرنس شيت. ده السنسور والميتر اوفر فيو، يعني ده بيشوف لك القياسات بتاعه الفتره مجمعه ويديك كيرفات كده عندها بحيث انك تشوف الارتفاعات والانخفاضات قبل او بعد الوجبه. خد بالك لو في هبوط سكر السمارت مود او الاوتوميتد سيستم بيوقف الضخ بتاع الانسولين قبل ما ساعه الهبوط، وفي خاصيه كمان قبل ما يحصل الهبوط بنص ساعه، يعني لو السكر انخفض 20 مللي جرام فوق التارجتنج اللي انت محدده، يعني انت قايل له مثلا وتحت ال 70 وقف، هو لو لاحظ انه هينزل تحت ال 90 في خلال نص ساعه بيوقف الهبوط. ده مهمه جدا الحته دي. فهو كده بيحافظ، ده اللوك بوك، دي القياسات بقى اليوميه متسجله كلها. طبعا مش بتعرف تبص على كل ده، هو غالبا الاسسمنت والبروجريس هو اللي بيجيب لك الليله كلها. وده الديفايس سيتنج البيزل. طب انا في الاوتوميتد مود ليه هبقى مهتم بالبيزل والكلام ده؟ ما الاوتوميتد مود ما هي بتضخ لي المزاج عشان لو العيان طلع من السمارت جارد لاي سبب السنسور بقى ديسكونكتد والمضخه هترجع للمانوال مود تاني. لو في فرق كبير ما بين اللي كانت بتضخه في الاوتوميتد مود واللي كانت بتضخه في المانوال مود، العيان ده هيدخل في دي كي ايه. فانا بشوف كل فتره براجع كميه الضخ اللي المضخه ضختها وارجع للمانوال سيتنج تاني واعدل فيها بحيث ما يبقاش في فرق فظيع بين الاثنين عشان العيان ما يدخلش في دي كي ايه. ومن اساسيات المضخه انك تعلم العيان التصرف مع الاكوت كومبليكيشن. المضخه مش ضمان ان العيان مش هيجي له كيتوزيس، لو اتخلعت او حاجه ممكن يدخل في اسيتون، لازم يبقى في كول سنتر وانت بتبقى مدي للعيان جايد لاينز انا هعمل ايه في الحالات اللي يحصل فيها مشاكل، يعني لو في اسيتون حد الساب كوتينيس ازاي؟ هتصرف ازاي؟ هاجي على الشركه امتى؟ دقيقه واحده بس. ده بقى يا جماعه ده اخر حاجه، دي الديلي ريفيوز، ده كل يوم بيومه بقى. يعني هو هنا باين قوي ان بعد الوجبات فعلا بيحصل هايبر جلايسيميا والسكر ما بيرجعش للطبيعي، وان هو بيحقن مع نفس الوجبه. في ناس كتير في مصر حتى اللي بيستخدموا الاقلام الحقن، اسال العيان انت بتاخد الانسولين قبل الاكل بقد ايه؟ معظم العيانين عندنا سواء في تايب 2 او تايب 1 بياخدوا الانسولين مع الوجبه مباشره او بعد الانتهاء من الوجبه. ده غلط يا جماعه، ده بيعمل بوست بياندر هايبر جلايسيميا، لازم أن يحصل بميل بولاسنج، يعني لو انت بتاخد في تايب 1 الاكتا رابد مثلا بره البامب يعني لازم تحقن قبل الاكل بنص ساعه، لو انت بتاخد الانسولين السريع 15 دقيقه، حتى في تايب 2 اللي ماشيين على بريمكسد انسولين لو بياخدوا ميكس تارج 30 دقيقه قبل الوجبه، هتلاقي معظم العيانين في مصر بيحقنوا الانسولين مع الوجبه. تاني حاجة هتنصح بيها العيان ان هو يرجع للدكتور عشان يعمل انسولين كارب ريشيو ويعدلها يقللها عشان تدي جرعات اعلى. خدوا بالكم بس من حاجة، خد بصوا على الخطوط الحمراء اللي تحت الكيرف كده، هتلاقي في مسافة ما بين الخط ده والخط ده، المسافة دي البامب وقفت فيها ضغط، ده اللي بيسموه سسبنشن مود، يعني
كده البامب لقت الشخص ده في هايبوجلايسيميا وقفت الضغط عشان تمنع انه يدخل في هايبوجلايسيميا. بس هو ده الكيفات بقى بتاعت اليوم كله. كل يوم هتاخد بقى، حتى لو العيان قال لك ان في يوم معين كان فيه مشكله، هتراجع الكيف بتاع اليوم ده وتشوف المشكله كانت في قبل الوجبه ولا في بعد الوجبه. بس شكرا جزيلا.